الدول التي تدعم الإرهاب ستدفع ثمناً غالياً. إنها أهم رسالة وجهها بشار الأسد للأطراف الخارجية المناوئة لنظامه في حفل أدائه اليمين الدستورية لولاية رئاسية جديدة. الرئيس السوري أرفق تحذيره هذا برسائل أخرى، حيث قال إن ما نراه في العراق اليوم وفي لبنان دليل ملموس على مصداقية ما حذر منه سلفاً. وبعودة وشيكة للاجئين السوريين تعهد الأسد فضلا عن حديثه عن الدستور، فهو يرى أن الشعب السوري هو من يختار دستوره وبرلمانه ورئيسه. أقسم بالله العظيم أن أحترم دستور البلاد وقوانينها ونظامها الجمهوري، وأن أرعى مصالح الشعب وحرياته، وأحافظ على سيادة الوطن واستقلاله وحريته والدفاع عن سلامة أرضه. الخطاب الباهت للرئيس كما يصفه البعض لم يغير أي شيء على الأرض، فموزة مع تحذيراته وكلامه عن الصمود والانتصار على من وصفهم بالإرهابيين والعملاء، ظهرت تطورات جديدة وخطيرة. مصادر إعلامية أكدت أن ما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية يتمدد في سوريا ويغير موازين القوى. يرى محللون أن دولة الخلافة المعلنة تتوغل وتسيطر على المزيد من المناطق في سوريا باستخدام الدبابات والأسلحة الثقيلة. هذه الصورة القاتمة تنفي تطمينة الأسد، بل يجعل المشهد الحالي أي حديث عن النصر سابقا لأوانه. خلال الأيام الماضية سيطر مسلح داعش على مناطق جديدة شرقا، حيث ضموا أغلب مناطق محافظة دير الزور الغنية بالنفط، ريثما يتسنى لهم سحق الميليشيات المسلحة الكردية هناك. لكن أهم معطى يتمثل في سيطرة الدولة الإسلامية بشكل مضطرد على ساحة المعارضين لنظام الأسد. بدورها تصارع المعارضة للاحتفاظ بالمناطق الخاضعة لسيطرتها، وأحياناً تحاول التقدم. ففي درعا سيطرت المعارضة على كتيبتين للجيش بعد اشتباكات مع القوات الحكومية.